ذكرت مصادر أمنية لبنانية أنه عثر على جثة النشط لقمان سليم مقتولا داخل سيارته بين العدوسية وتفاحتة بمنطقة قريبة من الأوتستراد، ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من اختفائه في جنوب لبنان. وأصدر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بيانا قال فيه أننا في تيار المستقبل إذ نستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، ونحذر من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف النشطين، ونطالب الجهات المختصة الأمنية والقضائية الشرعية جلاء الحقيقة بأسرع وقت. وأضاف أن هذه الاغتيالات جريمة مدانة برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بأمن القرى الجنوبية.